السلام عليكم، اهلا بيكم في another discussion on English language. بنبدأ مع بعض في الجزء الكتاب الخاص بصفحة 199 من تعداد البي دي اف. هلاقيه under a major title اسمه speaking like a native، في بالتحديد جزء lesson 1 بعنوان Bob's day at work. الجزء ده بيعلمنا مجموعة تركيب وتعبيرات في اللغة ممكن تكون صعبة عليا كمتحدث للغة الإنجليزية كلغة تانية، لكن وانس ان انا افهمها وابدأ ان انا امارسها واتعامل بيها هابدأ ان انا افهم اللغة من ناحية الاستماع ومن ناحية التحدث كمان. تعالوا نقرأ مع بعض الكونفرزيشن كاملة. والكونفرزيشن زي ما احنا شايفين هنلاقي فيها اجزاء كتابة عادية واجزاء بولد، يعني بخط اسود تقيل. اللي بخط اسود تقيل هو ده اللي احنا محتاجين نتعرف عليه ونبقى فاميليار بيه ونحفظه ونعرف معناه. تعالوا نقرأ مع بعض اول محادثة في الفيديو النهاردة، هو lesson 1 Bob's day at work. Bob works as a manager in a furniture store. Bob شخص شغال في كمدير في متجر أثاث. Peter his boss، وبيتر هو الرئيس بتاعه، is not happy about sales، مش مبسوط بالنسبة للمبيعات. Bob's new advertising campaign hasn't helped، يعني الحملة بتاعت الإعلانات اللي عملها بوب مش مساعدة. Peter decides to fire him، علشان كده بيتر اللي هو رئيسه قرر ان هو يفصله. تعالوا نقرأ المحادثة مع بعض ونطلع الكلمات ومعناها. Peter: Bob, I hate to break the news, but our sales were down again last month. Down again, Peter? Yeah, these days everybody's shopping at our competition, Honest Abbey's furniture store. But everything there costs an arm and a leg. Peter: That's true, they do charge top dollar. And their salespeople are very strange. They really give me the creeps. Well, they must be doing something right over there. Meanwhile, we are about to go belly up. I'm sorry to hear that. I thought my new advertising campaign would save the day. Let's face it, your advertising campaign was a real flop. Well, then I'll go back to the drawing board. It's too late for that. You are fired. What? You're giving me the axe? Yes, I've already found a new manager. She is as sharp as a tack. Can't we even talk this over? After all, I've been working here for 10 years. There is no point in arguing, Bob. I've already made up my mind. تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها اللي هي في تعداد البي دي اف رقمها 200. Oh well, at least I won't have to put up with your nonsense anymore. Goodbye to you and goodbye to this dead-end job. Please leave before I lose my temper. فبكده انتهت المحادثة ما بين بوب وبيتر. تعالوا مع بعض نشوف معاني المفردات والتراكيب اللي كانت معمولة بخط اسود تقيل معناها ايه، وبعدين نحل اكسرسايز عليها. اوكي، طيب اول حاجة about to. about to يعني ها، على وشك يعني ready to. طيب after all يعني despite everything، على الرغم من كل شيء. at least يعني على الأقل. anyway طيب break the news، ها فاكرين break the news، crack the news بمعنى يقول الخبر أو يعلن عن شيء معين. to cost an arm and a leg يعني مكلف جدا وغالي للغاية. الصفحة اللي بعدها اللي هي في تعداد البي دي اف 201. dead end job يعني وظيفة لا تؤدي لأي شيء. let's face it يعني خلينا نواجه الواقع. give one the creeps يعني يتسبب لي في قشعريرة كده وإحساس غريب. go back to the drawing board يعني يبدأ المهمة من أول وجديد بسبب إن آخر مهمة عندي باظت. go belly up يعني to go bankrupt يعني يعلن إفلاسه. give someone the axe بمعنى يفصل شخص أو يرفضه من شغله. to fire someone. اوكي طيب تعالوا بقى نشوف بعد ما عرفنا معاني الكلمات ندخل كمان على صفحة 202 ونكمل. lose one's temper يعني
يفقد أعصابه ويبقى غاضب جدا. make up one's mind يعني أنا خلاص اتخذت قراري. there is no point in يعني مفيش أي هدف إن أنا أكمل. there is no point in مفيش أي هدف أو غرض. put up with يعني يتحمل. real flop يعني كان فشل ذريع. لما أقول إن الحملة بتاعتك دي كانت a real flop يعني كانت a failure كانت فشل ذريع. save the day يعني ينقذ الموقف ويمنع حادثة كبيرة إن هي تحصل. بعد كده الصفحة اللي بعدها as sharp as a tack يعني ممتازة جدا وذكية. talk over يعني discuss يتناقش مع الشخص. top dollar يعني أعلى percentage أو أعلى نسبة. وبكده تكون انتهت كل الجزء الخاص بمعاني المفردات الصعبة. تعالوا نحل مع بعض exercise ونشوف هنقدر ان احنا نسكن الكلمات اللي احنا فهمناها فوق في المحادثة بالمفردات اللي في A و B ولا C. 1. I can't believe you bought a couch at Aunt Abby's. Everything in that store costs an arm and an arm and a leg. لما حاجة نقول an arm and a leg زي ما اتفقنا فوق يعني بتكلفني تكلفة باهظة يعني غالية جدا. طيب 2. After Paul found out that his advertising campaign failed, he wanted to go back to the drawing board. Go back to the drawing board يعني يبدأ من أول وجديد. ده تعبير بمعناه يبدأ من أول وجديد. When somebody isn't listening to you, لما يكون شخص مش مستمع ليك, there is no point. There is no point in arguing back. يعني مفيش أي حاجة أو أي غرض إن أنا أكمل في الحوار معاه. Number 4. Juicy is really smart. He is as sharp as a tack. As sharp as a tack زي ما شفنا في المحادثة من شوية كانت معناها ذكي جدا. طيب بعد كده the salespersons yes the salespeople at Honest Abbeys always look angry and never speak to anybody. No wonder they not Bob the creeps. They give Bob the creeps. لما أقول إن حاجة بتديني إحساس سيء بقول they give me the creeps. Number 6. Bob got fired. He isn't looking forward to break the news زي ما هي في المحادثة. وأنا قبل كده حتى سمعتها crack the news to somebody يعني يفصح عن الخبر. Break the news. Break the news. تمام؟ طيب Number 7. Bob thought his new advertisement would bring in a lot of customers and save the day. بالضبط save the day يعني ينقذ الوضع. Number 8. Fortunately, Bob no longer has to put not with his stupid boss. Put a put up with. خدناها فوق في الconversation. Put up with يعني يتحمل. نكون بكده خلصنا أول conversation معانا بعنوان speak like a native وكمان حلينا عليها 8 questions على شكل MCQ. نكون قاربنا شوية ما بين اللغة الاصطلاحية واللغة العادية في اللغة الإنجليزية. أشوفكم في another discussion إن شاء الله. good luck.